أصحاب المعالي، أصحاب العطوفة والسعادة، أيها الحضور المميز والمتميز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسمي ونيابة عن أعضاء الجمعية نشكر الرئيس وأعضاء غرفة التجارة ممثلة بنائب الرئيس سعادة الأخ فلاح أبو عامود، وباسمكم أبناء الرمثة واللواء نرحب بضيوف الرمثة والجمعية الذين نلتقيهم اليوم بدعوة من الجمعية للاستفادة من آرائهم حول أحداث الأقصى ودور الوصاية الهاشمية ودور الإعلام الأردني في الدفاع عن المقدسات والتهديدات التي تواجه الأقصى والمقدسات. أهلا بكم، ونقول بالصوت الغيور أن الأقصى يستحق أكثر من هذه الوقفة، لأن الأقصى هو شرف الأمة وكيانها. نؤمن بالحوار، نعم نؤمن بالحوار، ولكن مواقفنا ومنطلقاتنا إسلامية عربية تدعم رؤية قيادتنا الهاشمية النبيلة. إن الأردن وبشهادة التاريخ قد انتصر للأقصى والمقدسات وتحمل مسؤولياته التاريخية من خلال الوصاية الهاشمية، مؤكدين أن المساس بالوصاية الهاشمية هو خط أحمر شعبياً ورسمياً، كما أن الاعتداءات على المقدسات أيضاً محرمة رسمياً وجماهيرياً. نعم محرمة، لذلك هدد الموقف الرسمي الأردني بإعادة النظر في اتفاق السلام وسحب السفراء. وعلى المستوى الجماهيري نطالب بموقف شعبي أكبر لمساندة الموقف الرسمي، وهنا ندعو من خلال هذا اللقاء كل الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني أن تهب لنصرة موقفنا الرافض لكل الممارسات اللا إنسانية في القدس وعموم فلسطين. في الختام، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، أتقدم بجزيل الشكر والعرفان من الأخ والصديق ظاهر العمر رئيس حزب الحياة لدعمه السخي لنشاطات الجمعية، كما أتقدم من رجل الأعمال صديقي وزميلي في الدراسة محمود الشناني لدعمه هذا اللقاء بالتحديد، كما أشكر أيضا جمعية التكافل الخيرية اللي دعمت أيضا هذا اللقاء بالحضور وبالدعم المادي. وفي النهاية أرحب بكم محاضرين وحضور، تاركا الميكروفون لمدير الجلسة أخي وصديقي عبد الله الزعبي، مع التقدير والسلام عليكم ورحمة الله. عطفا على ما بدأ به الدكتور من ترحيب بكم، أكرر الترحيب وأرحب بضيوفي معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية هايل داود، سعادة النائب الدكتور زكريا الشيخ، سعادة الأخ خضر المشايخ. محاور عديدة سنطرحها في هذا اللقاء، سنتحدث عن الأخطار التي تحدق بالمقدسات، سنتحدث عن دور الإعلام الأردني ودور البرلمان الأردني في التصدي لهذه الهجمات، ومن ثم سنختم الحديث بالتحدث عن دور الوصاية الهاشمية ومراحلها التاريخية منذ مبايعة المقدسيين للشريف حسين بن علي عام 1924 إلى الاتفاقية الثنائية التي عقدها الملك عبد الله الثاني مع رئيس السلطة الفلسطينية عام 2013. نبدأ معكم أستاذ خضر لمدة 10 دقائق للحديث حول الأخطار التي تحدق بالمسجد الأقصى المبارك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني أستميح أستاذي الكريمين الدكتور هايل داود ومعالي الدكتور هايل داود، وكذلك الأستاذ الدكتور النائب زكريا الشيخ. حسب البروتوكول قدمت أنا قبلهم، لكن هم يعني أساتذتي وقبل. في البداية يعني حقيقة القدس هي جامعة على مدار التاريخ، ولم يشهد أن يوما أن القدس فرقت إنما جمعت. وحقيقة أنا هنا يعني بحاول أضع يعني نقاط سريعة حتى نؤسس لفكرة الوحدوية التي تجمع القدس، سواء كان على مستوى الأديان أو على مستوى التاريخ أو على مستوى حتى الجغرافيا أو المواقف، هذا إذا كان على مستوى العالم. فبالتالي هنا في الأردن لم يكن شيء يجمع الأردنيين مثلما جمعت القدس جميع المواطنين وجميع الشرائح، ووقفت صفا واحدا سواء كان في الجهات الرسمية أو في الجهات الشعبية أو معها مساندة لها الجهات الإعلامية. لذلك القدس لا يختلف عليها أحد. أنا أعتقد أن الأردن تاريخيا كان دائما مع القدس، الأردن تاريخيا هو دائما كان من يحرر القدس، وهذه ربما تكون معلومات يعني تاريخية يزخر بها الأردن ربما أكثر من غيره، على اعتبار أن الأردن فيه ميزة عبادية ربما غير موجودة في مكان آخر.
الأردن فيه ميزة عبادة الرباط غير موجودة في أي مكان ربما خارج بلاد الشام، بمعنى أن هناك بعض العبادات الخاصة، الطواف هو خاص في الكعبة لا يطاف في مكان آخر. كذلك الأردن لديه عبادة الرباط، بمعنى النية التي أنت موجود عليها في الأردن ربما تؤجر عليها أكثر ما تؤجر عليها في مكان آخر. لذلك الأردن تاريخيا وقف مع تحرير القدس 27 مرة، يعني 27 مرة تم فيها احتلال القدس، كان الأردن هو دائما يحرر من خلالها. وهناك مفارقات غريبة، يعني أنا بحاول أستجمع فيما أعلم، يعني أن كل من دخل على أرض فلسطين وأي معركة كانت تحدث بين الضفة الشرقية أو الضفة الغربية كان الذي على الضفة الشرقية كان ينتصر، وهذه إحدى المفارقات الغريبة. حتى لو عدنا إلى طالوت وجالوت، لو عدنا إلى دخول موسى عليه السلام ويوشع بن نون، لو عدنا إلى بعد معركة اليرموك عمر بن الخطاب، لو عدنا إلى صلاح الدين الأيوبي، كل من دخل إلى عن طريق الأردن حتى وصل إلى الداخل كان يحرر وليس العكس. حتى في معركة الكرامة عندما في عصر الحديث عندما خرج الجيش الأردني جريحا في معركة الكرامة مقابل انتشاء عند الجيش الصهيوني بعد احتلاله للقدس، ومع ذلك استطاع الأردن الجيش الأردني وحده في هذه المعركة بعيدا عن جيوش عربية وبمساندة بعض المنظمات استطاع أن يهزم إسرائيل. وهنا ربما حتى في بعض القضايا الجغرافية تتعلق في السلط مثلا، والجبال الشرقية أعلى من الجبال الغربية، يعني بمعنى أنه يمكن كم دبابة فقط أو كم مدفعية كانت في منطقة عيرة ويرقة هي اللي استطاعت أن تؤثر في هذه المعركة. لذلك نحن على وصاية دائمة للمسجد الأقصى، ولذلك أعتقد أن الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى هي امتداد تاريخي واستحقاق تاريخي يتميز به الأردن ويتميز به الشعب الأردني على مدار التاريخ. الأردن تاريخيا دائما ذكر، والرسول عليه الصلاة والسلام كان حريصا على 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 تحرير المسجد الأقصى، أرسل أسامة بن زيد وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة أرسلهم لأول معركة على مسار تحرير القدس وتحرير بيت المقدس. ثم توالت عندما أراد أوشك أن يموت الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنفذوا بعث أسامة، يعني كاد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في الحمى، ومع ذلك كان يقول لهم أنفذوا بعث أسامة، كان حريصا عينه على بيت المقدس، وهو الذي صلى في بيت المقدس عليه الصلاة والسلام. الغريب حتى الصحابة كانوا حريصين أن يأتوا إلى منطقتنا، يعني اللي يمكن ربما اللي حجة الوداع مع الرسول عليه الصلاة والسلام ربما تجاوز 140,000، تعال على البقيع منهم 10,000 فقط. بقية الصحابة وين راحوا؟ كثير من الصحابة جاءوا إلى الأردن، وحذيفة بن اليمان كان يقول يا رسول الله خير لي، يعني اختار لي وين أروح؟ قالوا عليك في بلاد الشام، فإن أهلها في رباطنا ليوم القيامة. والرسول عليه الصلاة والسلام عرف بلاد الشام فقال هي من العريش حتى الفرات، يعني حدد المنطقة الجغرافية للأردن، الأردن في قلبها. هو الآن أعطاك بلاد الشام، بعدين شو قال لك؟ قال لك إنه لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، في مسند الإمام أحمد في صحيح البخاري قال أنتم شرقي النهر وهم غربي، يعني هو وضح لك المكان بالضبط وأعطاك حتى اليوم القيامة بشرك إنه أنت يا أهل الأردن راح تكونوا حاسمين في المعركة الأخيرة. لذلك الموضوع هو موضوع عبادي ربما أكثر موضوع سياسي أو موضوع لك. لذلك هذه بشرى حقيقة إنه إحنا في الأردن ربنا كرمنا وشرفنا بهذا الأمر. لذلك أنا أعتقد أن الأقصى يعيش في مخاطر عميقة جدا لا يتصدى لها إلا الأردن. ربما البعض بيقول ليش الدول العربية رمت حملها كلها على الأردن، تركت الأردن في هذه الوصاية. نعم هو صحيح، ربما هذه مسؤولية إسلامية، مسؤولية تاريخية، مسؤولية من الجميع، لكن أنا أعتقد أن الأردن هو يستطيع أن يتصدى لهذا الموضوع ولديه الأوراق الشعبية والرسمية الكثيرة. أهم ورقة أنا بالنسبة لي هي اصطفاف الجميع، وكنت أتحدث مع أستاذي سعادة الدكتور زكريا الشيخ أنه اليوم الصحافة العبرية لمجرد مجلس النواب قرأ اليوم الفاتحة على روح الشهيدين الجمل، صحيفة معاريف استشهد غضبا هذا اليوم، يقول لك مجلس النواب مش أول مرة بيعملها، مجلس النواب بناقض، مجلس النواب يعني احنا هم قرأوا الفاتحة على اعتبار انه قضية يعني ناس توفوا، ناس يعني مسلمين وناس الى اخره. لذلك انا اعتقد انه العبء لا شك العبء كبير، هناك مخاطر كبيرة جدا، وهذه المرحلة من اخطر المراحل التي يمر بها المسجد الاقصى. هناك مواد كيماوية توضع تحت المسجد الاقصى ويتم ربما تفتيت الصخور، بالامس كان في انهيار في بعض مناطق المسجد الاقصى. ترى المسجد الأقصى هو ليس المسجد القبلي أو قبة الصخرة، المسجد الأقصى هو كل ما داخل السور،
يعني احيانا شجر البقاع والشجر عمره يمكن 1000 سنة كان يقع، لانه في تحتي في نخر ما في صيانة. حتى لو بده يكون هناك صيانة من طرف الأردن أو الآخر بتدخل برضو الجانب الإسرائيلي بعيق هذا الموضوع. لذلك التقسيم الزماني والمكاني الآن عمال بنشغل عليه، وهو أخطر ما في الموضوع، بمعنى أنه أنت يا مسلمين الكل للفجر، بعد الفجر للظهر، هذا للإسرائيليين لليهود، وهذا بتاريخيا عمرها ما كانت، أو هذه كانت يعني سابقة خطيرة جدا. لذلك هناك كان في اقتراحات، اقترح على السلطة الفلسطينية في أوسلو أنه يكون مثلا ما فوق الأرض للمسلمين وتحت الأرض لليهود، هذا على اعتبار تقسيم المكاني. كذلك تهجير أهل القدس، هناك مضايقات شديدة على أهل القدس، يعني بمعنى هناك التهجير، هناك التضييق، هناك هدم البيوت، هناك الاستفزاز للمقدسيين. المقدس إذا طلع من القدس ربما لا يستطيع أن يعود بعد سحب منه الهوية. لذلك ما يجري الآن في القدس من مخاطر هو حقيقة يؤثر على مجريات الصراع، وهناك تهديدات ربما انه اذا، او تحذيرات اذا استمر الوضع في داخل الفلسطين وفي القدس، معنى ذلك اننا مقبلون على حرب دينيه ربما يدفع اليهود ثمنا كبير. الشيخ صلاح اليوم كان نعم. بالخصوص لذلك أنا أنهي حقيقة أن المسؤولية عظيمة وكبيرة وتاريخية على الأردن، وأعتقد أن الأردن يستطيع أن يقف رسميا وشعبيا وإعلاميا ومجتمعيا وفكريا وثقافيا. الأردن يعني الشعب الأردني هو أصلا سلالة الصحابة، الشعب الأردني وكثير منه استخدمه صلاح الدين الأيوبي لحماية القدس، الشعب الأردني كثير منه جذوره أتراك استخدمه الأتراك لحماية كذلك المسجد الأقصى. لذلك نحن تاريخيا علينا هذه المسؤولية. وشكرا. شكرا لك سعادة الأستاذ خضر المشايخ على هذه التعابير الرائعة والشرح المميز بخصوص المخاطر التي تحدق بالمقدسيين والمقدسات في فلسطين المحتلة. لو انتقلت إلى سعادة الدكتور زكريا الشيخ، مدير رئيس مجلس إدارة مجموعة الحقيقة الدولية الإعلامية، النائب في البرلمان الأردني، عضو لجنة التوجيه الوطني، للحديث حول دور الإعلام الأردني في التصدي للهجمات الصهيونية على المقدسات، بالإضافة إلى الحديث عن دور البرلمان الأردني. يعني كما أشار الأخ خضر المشايخ بأن معاريف اليوم غاضبة من البرلمان الأردني بسبب قراءة الفاتحة على أرواح الشهيدين، بالإضافة إلى استذكارها لموقف البرلمان الأردني بحرق العلم الصهيوني، مواقف المطالبة بطرد السفير الصهيوني من أرض الأردن، وإلغاء معاهدة الذل، معاهدة وادي عربة. سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته. كل الشكر والتقدير لغرفة تجارة الرمتة، كل الشكر للجمعية العربية للفكر والثقافة، وأنا بمعية معالي الوزير يعني أكون فخورا لكي أجلس معه ومع زميلي أيضا في قناة اليرموك الفضائية الزميل خضر المشايخ. سأختصر وأوجز بكلمات مباشرة كون الوقت لا يسمح بالإسهاب. لا شك بأن عنوان هذه الندوة الانتهاكات الصهيونية للمقدسات، ودور الوصايا الهاشمية في الدفاع عن المقدسات، ودور الإعلام الأردني كذلك في الدفاع عن المقدسات. ابتداء نقول بأن الانتهاكات الصهيونية اليومية للمقدسات الإسلامية والمسيحية، حينما نتكلم عن المقدسات دعونا نتفق أن هناك مقدسات إسلامية ومقدسات مسيحية. هذه الانتهاكات اليومية هي امتداد لاعتقادات فكرية منذ أن انطلقت ونشأت الحركة الصهيونية العالمية، التي أسسها شخص كما نعلم يسمى ثيودور هرتزل. ثيودور هرتزل هذه الشخصية طبعا ارتبط اسمها بالإعلام منذ نشأة الحركة الصهيونية العالمية. دعونا نستمع ماذا يقول ثيودور هرتزل عن المسجد الأقصى وعن المقدسات حتى نعي أين المشكلة وكيف نواجه هذه المشكلة. يقول: إذا حصلنا يوما على القدس وكنت لا أزال حيا، هذا كلام هرتزل، وقادرا على القيام بأي شيء، فسوف أزيل كل ما ليس مقدسا لدى اليهود، وسوف أحرق الآثار التي مرت عليها عبر القرون. إذن المقدسات الإسلامية والمسيحية هي هدف استراتيجي
الفكر الصهيوني المتطرف الإرهابي الذي تمتد منه الحركة الصهيونية فكرها. لا تقف الأمور إلى هذا الأمر، ولكن دعونا نستمع كذلك ماذا يقول زعيم المعارضة المتطرف النائب في الكنيسة الصهيوني. هذا النائب الذي طالب بإلغاء الوصاية الأردنية على المسجد الأقصى يسمى موشي فيجلن. هذا النائب يقول كالتالي: حين نهرب عن جبل الهيكل أو بين قوسين ما يسميه هو بالأقصى، والأقصى هو المصطلح الإسلامي، يقول فإننا نفقد شرعية وجودنا في تل أبيب. لا معنى لوجودنا هنا كما يقول فيجلن من دون هذا المكان. إذن القضية قضية استهداف مباشر للمسجد الأقصى. الذي أسس الحركة الصهيونية اسمه كما ذكرت بأنه يرتبط بعالم الصحافة والإعلام، حيث ولد عام 1860 وأصبح رئيساً للحركة الصهيونية العالمية بعدما أعلنوا في مؤتمر بازل المعروف الذي انطلقت منه هذه الحركة الصهيونية عام 1897. عمل في صحيفة، هذه الصحيفة كانت في النمسا وتسمى نيو فراي بريسي، وهو الذي ألف كتاب الدولة اليهودية الذي وضع على أساسها كافة القيم والآليات التنفيذية لإحضار هؤلاء الصهاينة من كل أنحاء العالم وجمعهم في دولة واحدة. إذن لنبدأ من حيث ما بدأوا هؤلاء الصهاينة بالإعلام. نحن حينما نتكلم عن محاور هذه الندوة حقيقة محاور قيمة وتحتاج إلى ساعات طوال جدا، ولكن لماذا قدسية فلسطين لدينا نحن كمسلمين وكمسيحيين؟ ففلسطين أرض باركها الله سبحانه وتعالى، ولقد من الله على هذه الأرض بيت المقدس وما حولها من بلاد الشام بالبركة، حيث قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إذن فلسطين جميعها أرض مباركة، أرض مقدسة. حينما نتكلم عن المقدسات نحن نتكلم عن فلسطين التاريخية من بحرها إلى نهرها، ونتحدث عن أكناف بيت المقدس وهي بلاد الشام. ولذلك الله سبحانه وتعالى حينما قال ونجينا لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، الله عز وجل حينما نجى سيدنا لوط ذكر الأرض المباركة. من أين نجاه؟ جاء هو وسيدنا إبراهيم عليه السلام في القرن 21، يعني 2100 قبل الميلاد، مع سيدنا إبراهيم إلى تلك الأرض المباركة. وكذلك ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها. إذن هذه أرض مباركة لكافة الأنبياء. البركة تعني ثبوت الخير الإلهي في الشيء. إذا الله سبحانه وتعالى أثبت الخير فيه فهذا الشيء هو مبارك. بركة فلسطين بين البركة الحسية البركة المعنوية. فالبركة الحسية لا شك بأنها أرض خصبة بشجارها بأنهارها بثمارها وغيره من الأمور. موقعها الاستراتيجي الهام، هذا الموقع الذي هو حلقة تربط بين آسيا وإفريقيا وهي بوابة العالم إلى منطقة آسيا والشرق الأوسط. نتحدث عن أقدم دول العالم في الحضارات هي فلسطين. البركة المعنوية عديدة جدا، القدسية من حيث أنها ملجأ للأنبياء. حينما جاء سيدنا إبراهيم عليه السلام من مدينة أور لجأ إلى الأرض المباركة. حينما جاء سيدنا موسى عليه السلام إلى فلسطين يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. من هي الأرض المقدسة؟ هي فلسطين وبيت المقدس. كذلك ثمار بركة فلسطين يعني أمور عديدة جدا، مصر الرسول صلى الله عليه وسلم. لا نريد أن نسهب في هذا الإطار، لنذهب مباشرة ما هو المطلوب اليوم من الإعلام وما هو المطلوب من مجلس النواب. كما نعلم بأن الإعلام هو أداة، هذه الأداة هي أداة تواصل ما بين المستقبل وما بين أو ما بين المرسل وما بين المستقبل. هذه الأداة يجب أن يتم تفعيلها بأفضل أدوات التفعيل. أنا يعني أرى أن أهم عنصر من عناصر
الدور الإعلام الأردني، حينما نتكلم عن الإعلام الأردني أقول الإعلام الأردني عليه أن يحافظ على أمن الوطن. كيف يحافظ على أمن الوطن ولماذا؟ لأن الأردن القوي خير سند لفلسطين السليبة. إذا ما تم زعزعة أمن الوطن من خلال الانفلات الإعلامي ومن خلال المساس بعناصر القوة للنسيج الوطني الأردني، فمعناه نحن نساهم بإضعاف فلسطين، وبالتالي نحن نساهم بتنفيذ المخطط الصهيوني الاستراتيجي. إذن الحفاظ على أمن الوطن هو من أهم دور يمكن أن يقوم به الإعلام الأردني، ومن ثم يعزز الإنجاز ويضع يده وإصبعه على السلبيات دون اللجوء إلى أدوات قد تؤدي إلى دمار الإنجاز. ونحن لنا في الدول المجاورة خير شاهد على خطورة الوضع. حينما جاء الإعلام وساهم في تدمير الأوطان، فهذا أدى إلى إضعاف تلك الدول، إنهاك الدول، جيوشها، شعبها، اقتصادها، فأصبحت هذه الدول منهمكة في شؤونها الداخلية ولا تستطيع أن تفكر خارج حدود الوطن. الوحدة الوطنية من أهم الأدوار يمكن أن يقوم بها الإعلام الأردني، لأنه كما قلت خلخلة النسيج الوطني الداخلي الأردني سيؤدي بالضرورة إلى ماذا؟ إلى إضعاف الأردن التي هي خير سند. القاعدة الذهبية لدور الإعلام الأردني أنه الإبقاء على الأردن القوي المتماسك الذي ينتصر لقضايا الأمة ويبقى قوياً هو خير دعم لفلسطين السليبة وللمسجد الأقصى. كل الشكر والتقدير، وأحول يعني إلى معالي الوزير. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بداية أتوجه بالشكر الجزيل أيضا إلى الإخوة في الغرفة التجارية لاستضافتهم هذه الندوة في هذا الموضوع، وأيضا إخواني في الجمعية لإتاحة الفرصة للإخوة في مدينة الرمثة للإطلاع على تداعيات الموقف فيما يتعلق بالمسجد الأقصى والانتهاكات والاستفزازات الإسرائيلية والإجراءات الإسرائيلية في المسجد الأقصى المبارك. وأتشرف بأن أكون برفقة الأخوين الكريمين سعادة الدكتور زكريا الشيخ رئيس مجموعة الحقيقة الدولية والعضو في مجلس النواب الأردني الذي نكن له ولمجلس النواب كل التقدير والاحترام، ولأخي الكريم والصديق العزيز الأستاذ خضر مشايخ من المدير العام لقناة اليرموك الفضائية. إخواني الكرام، الأقصى كما ذكر الأخ خضر قبل قليل في بداية كلامه دائما نقطة اجتماع للأمة ونقطة قوة للأمة، جزء من مخططات أعدائنا وأعداء الأمة من اليهود أن يجعلوا نقاط القوة ونقاط الالتقاء هي نقاط ضعف وتفرق، وأن نصبح بدل ما الأقصى يجمعنا وقضية الأقصى توحدنا أن تبدأ الأمة تتقاذف التهم وتتقاذف الاتهامات، هؤلاء فعلوا وهؤلاء لم يفعلوا، أنتم قصرتم ونحن فعلنا. الحقيقة الدخول في هذه المتاهة والدخول في هذه المسألة أنا في تصوري هو استجابة لمخططات أعداء الأمة لحرف المسار. يعني أنا بسميها مرات زي يعني أحياناً الإنسان بواجه عدو خارجي، بدل ما يتوجه نحو هذا العدو الخارجي يبدأ بالاقتتال الداخلي، يعني زي رب الأسرة التعبان بتلاقيه بيطلع على الشارع كل واحد بيمسكه بطعمية كتلة بيرجحوا على المرأة والأولاد. احنا في كثير من الأحيان نفعل نفس هذه القضية، بدل ما نوحد الصفوف ونوحد الأمة ونجمع كل طاقتنا ونقبل من كل إنسان ما يمكن أن يقدم لهذه القضية المقدسة نبدأ بتقاذف التهم والاتهامات. على كل
هي جزء من هذا تعليق على سؤال الأخ الكريم. سأدخل أنا في القضية ثم سأجيب الأخ الكريم على ما سأل عليه. إخواني الكرام، المسجد الأقصى بالنسبة إلينا قضية مقدسة. المسجد الأقصى أقدس مقدسات المسلمين، ذكر في القرآن الكريم حيث ارتبط بإسراء النبي عليه الصلاة والسلام، سبحان الذي أسرى بعبده إلى آخره، ارتبط بأنه كان القبلة الأولى للمسلمين 17 شهراً أو 16 شهراً بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وهو يتجه والمسلمون في صلاتهم إلى المسجد الأقصى المبارك، حتى نزل قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ارتبط بالمسلمين منذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن منزلة الأقصى، عندما كان الصحابة يسألونه عن المسجد الأقصى المبارك فذكر أنه لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، منها المسجد الأقصى المبارك. ذكر فضل الصلاة في المسجد الأقصى المبارك مقارنة بالمسجدين، المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف. وفي الحديث الذي رواه أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الصحابة في بيت المقدس، أهو خير أم مسجد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم فسألوه، فقال: صلاة في مسجدي خير من 4 صلوات فيه، صلاة في مسجدي خير من 4 صلوات فيه، أي في المسجد الأقصى المبارك، ولنعم المصلى هو. وليوشكن أن يكون للرجل منكم موضع شطن فرسه حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا وما فيها. وهذا الموقع إخواني الكرام هو في هذه الأرض الطيبة المباركة الأردن، التي أكد الأخ خضر في حديثه أنها دائما كانت منطلق التحرير والنصر باتجاه الأقصى المبارك. الله عز وجل خصنا بهذه البقعة الطيبة المباركة التي تقع على أكناف بيت المقدس، ومنها نرى بيت المقدس، هذه البقعة المكرمة العظيمة. إخواني الكرام، الأردن ومنذ فجر الدولة الأردنية ارتبط بالقدس والمقدسات والقضية الفلسطينية، وهذا الارتباط بدأ منذ عهد الحسين بن علي رحمه الله، عندما جاء أهل فلسطين مبايعين الحسين بن علي على أن يعينهم برعاية المقدسات والمسجد الأقصى المبارك. وكما يذكر التاريخ أنه رحمه الله تبرع بمليون ليرة ذهبية من أجل أن يستخدمها أهل القدس في إعمار المسجد الأقصى المبارك. وبعد ذلك يعني ارتبط كما قلت تاريخ الدولة الأردنية بالقدس والقضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، وهذا الارتباط لم يكن فقط بالكلام، لم يكن فقط بالإعلام، لم يكن فقط بالدبلوماسية، بل كما أشار جلالة الملك حفظه الله في خطابه الأخير أمام مجلس الأمة في خطاب العرش السامي، أن ارتباط الأردن بالمسجد الأقصى قد اختلط دم الأردنيين، دم الأردنيين وجنود الجيش العربي الأردني على أسوار المسجد الأقصى المبارك وفي ساحات المسجد الأقصى المبارك. وكلنا يذكر هذه الوقائع العظيمة التي نفتخر بها والتي ننقشها وساما على صدورنا في الأردن، هذه المواقع الكريمة إن كان في باب الواد أو اللطرون أو معارك أسوار القدس، حيث وقف جنود الجيش العربي الأردني، ومعركة الكرامة ومعارك الاستنزاف وغيرها، كل الحروب التي خاضتها الأمة العربية كان الأردن وكان الجيش العربي الأردني دائما في المقدمة وفي الصف الأول، حتى لو كان تقييم القيادة السياسية في معارك 67 ومعارك 48 كان تقدير القيادة السياسية الأردنية أن الأمة العربية غير جاهزة لقتال اليهود في فلسطين، وأن هذا القتال سيجر عليهم الويلات هكذا، ومع ذلك
عندما صممت الأمة على القتال كان الجيش الأردني في المقدمة وفي الواجهة في هذه المعارك. إخواني الكرام، من الواضح أن إسرائيل، أن الحكومة الإسرائيلية منتهزة حالة الضعف، حالة التردي، حالة التمزق، حالة الاقتتال الداخلي، الحروب الطائفية، الحروب المذهبية الناشئة في المنطقة العربية، المخططات العدوانية التي أسفرت عن هذه الفسيفسائية وعن هذه الاقتتالات الداخلية الموجودة في المنطقة العربية. هذه الأحداث الأخيرة التي سميت في تصوري زوراً وبهتاناً بالربيع العربي، وأنا في تقييمي ما هي إلا مؤامرة كبيرة، من خلالها استطعنا أن نضرب كل مقدراتنا، وأخرجت عواصم عربية كبرى ودول عربية أساسية من ساحة الفعل والتأثير، دمشق وبغداد والقاهرة وصنعاء وطرابلس، وكان يمكن للمخطط لا سمح الله أن يصل حتى عمان، ولكن حكمة القيادة الأردنية، حكمة الشعب الأردني، وعي الشعب الأردني فوت هذه الفرصة حتى بقينا حتى هذه اللحظة، وسيستمر الأمر إن شاء الله. الأردن في حالة أمن وأمان وطمأنينة في ظل هذه الظروف الصعبة. إسرائيل هي الرابح الأكبر، وإسرائيل هي المستفيد الأكبر مما جرى، فظنت أن الفرصة مواتية لها لتحقق ما تريد تحقيقه في المسجد الأقصى المبارك، من الوصول إلى ما يسمى بالتقسيم الزماني والتقسيم المكان للمسجد الأقصى المبارك. التقسيم الزماني تخلي ساعات معينة لليهود وساعات أخرى للمسلمين، المكاني زي ما ذكروا ما تحت الأرض اليهود وفوق الأرض للمسلمين، وحتى يشاركونهم فيما فوق الأرض كما هو حاصل الآن في الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، قسموه لنصين، نص لليهود هذا لا يدخله المسلمون ونصف آخر للمسلمين ويدخله اليهود، وبعطلوا فيه الصلوات، يعني بمعدل يعني بالشهر 63 صلاة أو مش عارف كم بتم تعطيلها، والأذان يعطل كثيراً، وبين الأسلاك الشائكة واللي بسموها أهل الخليل معاطات الجاج، هاي الأبواب الإلكترونية اللي بدو يفوت بهالمعاطة هاي حتى يعني يتأكدوا منه. كان هذا الحقيقة الذي يخطط أن يتم تنفيذه في المسجد الأقصى المبارك، ولكن أنا في تصوري أن الموقف الأردني القوي، إن كان هذا الموقف كان موقفاً إعلامياً أو كان موقفاً دبلوماسياً، واستخدم الأردن كل إمكاناته في الضغط على الحكومة الإسرائيلية وعلى الدول الداعمة للحكومة الإسرائيلية، أنه إن لم تتوقف الحكومة الإسرائيلية عن إجراءاتها المتعلقة بالمسجد الأقصى المبارك، فكما أخبرهم جلالة الملك حفظه الله أن كل شيء سيكون فوق الطاولة. أكد يعني جلالة الملك هذا الموقف بحكم الوصاية الهاشمية التي يتشرف الأردن والقيادة الأردنية بأن تكون لهم على المسجد الأقصى المبارك. إخواني الكرام، يعني لتوضيح قضية الوصاية الهاشمية، الوصاية الهاشمية أنا كما قلت ارتبط الأردن بالقضية الفلسطينية وبالقدس منذ فجر الدولة الأردنية، حتى يعني حصل قرار فك الارتباط في 88، وعندما حصل هذا القرار الأردن استثنى منه قضية القدس. نعم، استثنى منه قضية القدس إدراكاً بالمخاطر الكبيرة التي تتهدد المسجد الأقصى المبارك. لذلك لا زالت الأوقاف الإسلامية في القدس مرتبطة بوزارة الأوقاف في الأردن، وعندنا مديرية عامة للأوقاف في القدس فيها مدير عام ورئيس مجلس أوقاف، وهذه علاقتهم مباشرة بوزارة الأوقاف في الأردن. في عندنا 650 موظف بيداوموا في أوقاف القدس وفي مساجد مدينة القدس، عندنا مش فقط المسجد الأقصى المبارك، بعض الناس فكروا أنه نحن مرتبطون فقط بالمسجد الأقصى المبارك، في عندنا 102 مسجد في مدينة القدس تتبع مباشرة لوزارة الأوقاف في الأردن، فيها الأئمة والمؤذنون وصيانتها وإعمارها، وفي عندنا 650 موظف في المسجد الأقصى المبارك. وجلالة الملك ردا على الاستفزازات الأخيرة التي قامت بها سلطات الاحتلال أمر في شهر رمضان بتعيين 50 حارس إضافي في المسجد الأقصى المبارك، وخلال الأسابيع الأخيرة عندما يعني قامت إسرائيل بإغلاق أبواب المسجد الأقصى المبارك يوم الخميس قبل 3 أسابيع
جلالة الملك ردا على هذا أمر بتعيين 100 موظف إضافي في المسجد الأقصى المبارك ليصل عدد الموظفين إلى حوالي 800 موظف في المسجد الأقصى المبارك وفي المساجد الموجودة في مدينة القدس، إضافة طبعا إلى الإعمارات الهاشمية المستمرة للمسجد الأقصى المبارك. إخواني بحب أكد في هذا المقام إنه إسرائيل تسعى إلى تهويد القدس وتسعى إلى تهويد المسجد الأقصى المبارك. إسرائيل تخصص سنويا 1.5 مليار دولار لتهويد القدس والاستيلاء على أراضي المقدسيين. في مقابل هذا كل ما يخصص للقدس من كل الدول العربية والإسلامية حوالي 100 مليون دولار، يعني 1 ل 15 ما يخصص. وبالمناسبة نصف هذا المبلغ تقريبا 50 مليون دولار يدفع من الأردن، وباقي الدول العربية والإسلامية تدفع النصف الآخر. طبعا بأكد على أنه نحن بحاجة إلى جهد أكبر. إحنا الحقيقة مش بصدد المزايدة على أحد، ولا نقول أن الأردن بيقدم والباقي ساكت ولا يقدم، ولكن هو فقط من باب أن نقول أن الأردن يبذل في ظل هذه الظروف الصعبة وفي ظل هذا الدمار الذي يحيط في المنطقة العربية، هذا الدمار الذي استغلته إسرائيل من أجل أن تحقق برامجها في المسجد الأقصى المبارك، يقف الأردن سدا منيعا أمام هذا الموضوع. عندما يعني اقتحم جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك في المرة الأخيرة، جلالة الملك مباشرة أمر الحكومة أن تقوم باستدعاء السفير الأردني في تل أبيب، أمر المندوب الأردني في مجلس الأمن أن يقدم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن أمام هذا الموضوع، اتصل مع الإدارة الأمريكية وأعلمهم أن الأردن لا يستطيع أن يحتمل ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك أكثر من ذلك، حيث أن الأقصى وكما أشار جلالته في خطابه أمام مجلس الأمة أمانة في أعناق الأردنيين. طلب منهم أن يضغطوا على الحكومة الإسرائيلية في هذا الموضوع لتتوقف عند حدها، وهذا الذي جعل رئيس الحكومة الإسرائيلية يأتي إلى عمان مسرعا ويتعهد أمام القيادة الأردنية أنه لا إغلاق لأبواب المسجد الأقصى المبارك، السماح للمصلين المسلمين بالدخول للمسجد الأقصى المبارك، وهذا حقهم، يعني هذا حق المسلمين أن يصلوا إلى مسجدهم وأن يصلوا في المسجد وليس منة. ولكن بالمناسبة الجمعة الماضية يعني وكما تواصلنا مع الإخوة في القدس قالوا لأول جمعة تصلي يعني هذه الأعداد في المسجد الأقصى المبارك منذ سنوات، ولأول مرة تفتح الأبواب كاملة أبواب المسجد الأقصى المبارك، ويدخل حوالي من 30 إلى 40 ألف حسب اختلاف التقديرات ليصلوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك. بعضهم من 10 سنوات لم يتمكن من دخول المسجد الأقصى المبارك. أنا بعتقد أنه يعني هذا الإنجاز وهذه الاستجابة من الحكومة الإسرائيلية لهذا الموضوع يسجل للقيادة الأردنية، ولا يعني هذا أننا لن نواجه مشاكل أخرى مع الطرف الإسرائيلي في هذا الموضوع. فهذا ديدنه وهذا أسلوبه أنه يمكن أن ينحني للعاصفة ثم يمكن أن يعود مرة أخرى، لأن احنا ندرك في النهاية أن لديه مخططات وأن لديه نوايا عدوانية مبيتة ضد المسجد الأقصى المبارك. ولكن على الأقل نحن شعارنا في الأردن أبذل جهدي ولا أتخلى عن واجبي ولا أتراجع، إن سكت الجميع نحن لا نسكت، وإن تراجع الجميع نحن لا نتراجع. إن كان الوضع العربي والله في حالة من الضعف تغري عدونا أن يتمادى، فنحن نقف في هذا الموقف ونحاول أن نسدد وأن نقارب وأن نضغط بكل ما أوتينا من قوة. المسألة الحقيقة والأردن في النهاية كما قلت هذا الموضع ليس موضعا للمزايدة، اللي عنده إمكانية أكثر مما نقدم يتفضل مشكورا، لا نمنع أحدا ولا نحول بين أحد والمسجد الأقصى المبارك. اللي عنده إمكانية إن شاء الله نحن كلنا ندعو إلى تحرير المسجد الأقصى المبارك، اللي في بتع زي ما نقول بالعامية يتفضل، اللي عنده إمكانية بكرة إنه يطرد اليهود من المسجد الأقصى المبارك يتفضل وطرد، ونحن من ورائه وجنود له لا نمنعه من هذا العمل. فالحقيقة أنا بقول إنه الأردن يبذل في ظل هذه الظروف والأوضاع والإمكانات والتفرق العربي ما أمكنه من جهد ومن عمل في هذا الموضوع. يعني عندما الإسرائيليين قبل حوالي شهرين نصبوا الجسر على باب المغاربة، تعرف في جسر الآن موجود على باب المغاربة جسر مؤقت، بدأوا ببناء جسر آخر ليكون جسرا دائما. الأردن وجلالة الملك اتصل برئيس الحكومة الإسرائيلية وقال له
إذا كان هذا الجسر يبنى اعتبر كل شيء أنه انتهى. وفعلا وقال خلال يومين أنا أريد الجسر هذا أن يكون قد أزيل من مكانه، وكان اليهود قد بنوا منه حوالي 50 متر، وفعلا خلال 4 أيام أزال اليهود ذلك الجسر كاملا، ولأول مرة يقوم بعمل ثم يتراجع عنه بهذه الصورة التي تمت نتيجة تهديد جلالة الملك لهم في هذا الموضوع. طبعا ليس كل شيء بتم في الدبلوماسية وفي الخلف ويعلن للناس، ولا كل موقف ممكن تقوم به الحكومة الأردنية ولا تقوم فيه القيادة الأردنية، إحنا فقط بنحط منشطات عريضة أمام الإعلام. أنا بدي أقول فقط يعني حتى لا يظن الأخ أنني تهربت من الإجابة فيما صدر عن الناطق الإعلامي الأردني أو وزير الإعلام الأردني. إخواني الكرام، في شيء اسمه موقف سياسي، يعني في الوقت الذي يقول الأردن فيه وينادي الدول الكبرى ومجلس الأمن أن إسرائيل تنتهك حق المسلمين في الصلاة في المسجد الأقصى المبارك، وأنها تمنعهم من أداء الصلاة فيه وهو مسجدهم ومعبدهم وأقدس مقدساتهم، في نفس الوقت الذي يقوم استشهادي فلسطيني رحمه الله بما قام به من عملية أدت إلى مقتل عدد من اليهود في داخل الكنيس أو المعبد الذي يصلون فيه، كموقف سياسي من الحكومة الأردنية لا يمكن إلا أن تقول أننا مع عدم الاعتداء على الناس في الكنائس أو المعابد أو غير ذلك، وإلا لا نستطيع أن نخاطب الغرب. يا إخوان الكرام، في قضايا سياسية معينة ممكن أنا الآن كخطيب جمعة ولا ككاتب في صحيفة ولا كواحد متحدث في أتحدث بما أريد، ولكن الحكومة التي الآن تبذل كل جهدها والدولة الآن التي تبذل كل جهدها وتقنع المجتمع العالمي بأحقية مطالبنا وأن هذا الظلم الذي نتعرض له في معابدنا لا تستطيع أن تصدر بياناً مؤيداً لهذه العملية. مجلس النواب يمكنه أن يفعل ذلك لأنه ليس سلطة تنفيذية، الصحفي يمكن أن يفعل ذلك، ولكن إذا أردنا يعني كموقف رسمي أو سياسي أو إعلامي يمكن أن تمارس الحكومة، أنا في تصوري لا يمكن أن تفعل إلا ذلك. أنا قابلتني صحفية أمريكية قبل يومين وسألتني نفس هذا السؤال، إجت من وهي مقيمة في القدس، إجت بعد العملية مباشرة وقابلتني في مكتبي وقالت لي ما هو رد فعل أنتم بتقولوا المسجد الأقصى والصلاة والعبادة، هؤلاء يعني قد اعتدوا على المصلين في معبدهم. قلت لها بدك تفرقي بين من يباشر بالفعل أولا ويعتدي على الناس ويستفزهم وبين رد الفعل، فرد الفعل هذا أمر يعني المسبب الرئيسي هو تصرفات سلطات الاحتلال، المسبب الرئيسي هو هذه السلطة الغاشمة التي استفزت المسلمين في أقدس مقدساتهم دفعت إلى ردود فعل معينة أدت إلى مثل هذا الأمر، فالذي يتحمل مسؤولية هذا الحادث وهذا الذي تم هو الحكومة الإسرائيلية وليس أي طرف آخر من الأطراف. ولكن عندما يريد الناطق الإعلامي للحكومة أن يتحدث أنا بتصور أنه في السياق وفي الحدث وفي الظروف مفهوم ومبرر مثل هذا التصريح، وشكرا لكم.